ولأن التصحر بات شبحا يهدد عديد المناطق، يسعى المهتمون بالبيئة إلى إيجاد الحلول الناجعة لحمايتها على غرار حماية أشجار البطم ونبتة الحلفاء تحت إشراف الصندوق الدولي لسكون الطبيعة وبالشراكة مع وزارة البيئة. هذه الشجرة تاعنا هذه شجرة تنوض في شمال إفريقيا، وعندنا بالخصوص احنا واحد الأصنيفة تاعنا تاع الجزائر. وفيما يخص النبتة الأخرى الحلفاء، ما يخفاكم سانيك بلي الحلفاء الرعي العشوائي راه رجع هذه النبتة في أدنى مستوياتها في المحيط نتاعها الطبيعي. هذه الشجرة استخلصت نتاعها عديدة لا تعد ولا تحصى، من ضمنها سواء الاستهلاك المباشر أو الاستهلاك الزيوت نتاعها أو الاستهلاك استخراجها كذلك كشجرة طبية أو الاستخدام ثاني كذلك للخشب. مشروع الجمعية المحلية الأرض الخضراء بنعامة لإعادة الاعتبار للأنظمة الإيكولوجية الهشة، والذي أعطيت إشارة انطلاقه قد يصبح نموذجيا بالمنطقة. نحن بصدد الانطلاق الرسمي لإطناء محليا لإطناء 12 مشروع في الجزائر لتذكير البرنامج هذا يمس 4 دول، هو برنامج إقليمي لشمال إفريقيا. تضافر جهود المختصين والفاعلين في الجمعية المحلية النشطة في هذا المجال بشراكة ورعاية من المؤسسات الرسمية من شأنه الحد من ظاهرة التصحر وزوال عديد الكائنات الحية سواء نباتية أو حيوانية كانت.